انت عايز ايه بجد يا خالد؟ انا اسف يا نانسي، اسف. انا عرفت كل حاجه، عرفت ان تمارا هي اللي كانت ورا كل اللي حصل لك. عرفت ازاي؟ عرفت وخلاص. انت اتظلمتي يا نانسي، وانت مالكيش ذنب في اي حاجه، عشان كده انا دلوقتي بحاول اصلح اي حاجه عملتها معاكي. ده الموبايل واللابتوب عليهم الفيديوهات اللي صورتها لك. انا جبتهم عشان اكسرهم قدامك. اتاكدت ان هم ما بعتوش لاي حد، حتى الايك الاول مسحتهم من عليه. عايزك تبقي عارفه ومتاكده ان تمارا مش هتيجي جنبك تاني ابدا. خالد انت جبت الحاجات دي ازاي؟ خالد انت عملت ايه؟ مش مهم، المهم ان الحاجه دي معانا دلوقتي، والمهم ان محدش هيجي جنبك تاني ابدا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.